يا الإخوة المؤمنون، كان الدور بالتلاوة لفضيلة العلم القرآني الشيخ حسن فتحي أسعد، لكنه تنازل عن دوره مع أنه أتى عصرا من بداية الليلة، تنازل عن دوره بالعلم القرآني الكبير، صاحب الجامعة القرآنية القارئ بمصر والعالم الإسلامي، الجامعة الراشدية بكفر أباظة بالزقازيق شرقية، فضيلة الشيخ السيد محمد علي راشد، أدعو فضيلته الآن إلى منصة التلاوة فليتفضل مشكورا، مع تقديم خالص شكرنا لآل الدرس بأنشاص وآل شهير بأنشاص. الآن مع فضيلة الوالد الكريم الشيخ السيد راشد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا وأخيرا الأدب والاحترام لازم. سيدنا الشيخ حسن الكفر الجرية بعد بنشب الوتلة حوين كان الدور عليه، فمن أدب واحترام وزوجه والأدب اللي هو تعلمه من أدب القرآن وأدب الشباب المحترم، قال أنت أسر على نفسه عشان أنا أقرأ. جي الأستاذ يقول لي اللي هو اللي بيزيع المحترم، بقول له سيدنا الشيخ محمود عقل هو أبدى مني لأنه من محافظة تانية ومن مركز تاني وغريب، ولازم ابن البلد وابن المنطقة يحترم اللي أصغر وأكبر منه. دول ثلاث دقائق أنا قلتهم وشكرا، خذوا بقى خمس دقائق قراية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله من المؤمنين
فمنهم من قضى نحبه ومنهم ينتظر وما بدلوا تبديلا فالله المؤمنين القتال وكفى سيدنا الشيخ عمرو دسوقي اتفضل. سيدنا الشيخ عمرو دسوقي لو سمع يا مولانا. من آيات سورة الأحزاب وآيات تحدثت عن سيدنا رسول الله. تلك السورة التي تعلمنا منها كيف يكون الأدب مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوت شديد. فضيلة القارئ والوالد الحبيب الشيخ السيد محمد علي راشد علم التلاوة بمصر والعالم الإسلامي ووالد فضيلة القارئ الشيخ عزة السيد راشد والمبتهل الإذاعي الشيخ إبراهيم السيد راشد. أشكر فضيلة مولانا الشيخ خالد محمد حنفي أخي الحبيب وأخيه وأخينا الأكبر الشيخ محمد حنفي من العلماء الأجلاء. أيها السادة الكرام، في ليلة القرآن التي اجتمعنا فيها على محبة القرآن ومحبة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل من التالين لكتاب الله تبارك وتعالى، فلا بد وأن نحترم القرآن وأن نعلم أن القرآن الكريم هو كلام الله تبارك وتعالى المنزل على قلب نبيه وحبيبه محمد المتعبد بتلاوته والمتحدى بأقصر آية من آياته. القرآن الكريم
الذي أنزله ربنا تبارك وتعالى على قلب سيدنا رسول الله، حتى إذا ما تلي القرآن فلا صوت يعلو على صوت القرآن، وإذا ما استمعت إلى آية من كتاب الله تبارك وتعالى كانت لك حسنة مضاعفة، ومن تلاها كانت له نورا إلى يوم القيامة. يمكن نفس الكلام أنا قلته عند الشيخ محمود الصاحي في قرية الشبنات: لا بد وأن تستمع إلى القرآن بقلبك، لأنك لما تعرف أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما بكى فقال ربنا تبارك وتعالى لجبريل: يا جبريل اهبط إلى محمد وأقرئه مني السلام وقل له ما يبكيك يا محمد. نزل سيدنا جبريل عليه السلام إلى سيدنا رسول الله وقال له السلام، يقرئك السلام ويقول له: ما يبكيك يا محمد؟ قال له: من لأمتي من بعدي يا جبريل؟ صعد سيدنا جبريل إلى ربه وقال له: يا جبريل قل له: إنا لا نسوءك في أمتك أبدا. ونزل قول ربنا تبارك وتعالى: ولسوف يعطيك ربك فترضى. فإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي لحالنا فلا بد وأن نستمع إلى القرآن بقلوبنا قبل أذننا، لأن ما يحدث من هرج ومرج أثناء تلاوة القرآن هذا لا يدع مجال للملائكة أن تحفنا ولا للرحمات أن تتنزل علينا.